على طاولة اجتماعات المجلس البلدي بالغريفة، التقى رئيس فرع هيئة الشباب والرياضة مع رؤساء الأندية وعضوي المجلس البلدي في المنطقة لرسم الخطوط العريضة والرفيعة لنصف ماراثون أوباري للسلام، كوضع آلية عمل اللجنة المشرفة من حيث الانطلاقة وتسجيل المشاركين من مختلف الفئات العمرية بحيث تتاح الفرصة أمام الجميع. التقينا اليوم في المجلس البلدي بالغريفة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ونخبة من الأندية الرياضية والنشاطية واللجنة المنظمة لنصف ماراثون أوباري. هذا الماراثون الذي يهدف إلى إحلال السلام في منطقة الجنوب وأوباري بصفة عامة. نأمل أن يكون هذا الماراثون صوت لكل الليبيين لإحلال السلام في ليبيا. على هامش الاجتماع تم الاطلاع على مراحل الصيانة والتطوير في أندية الأمل وأسامة وفارس ببلدية الغرفة التي تشهد هذه الأيام أعمال تعشيب واستكمال مرافق المضمار بهدف النهوض بالبنى التحتية لملاعب أندية الجنوب. تواجدنا اليوم في جولة ميدانية للاطلاع على الملاعب الرياضية التي يتم إنشاؤها في داخل نطاق البلدية في عدة مناطق. طبعا زرنا أولا منطقة القيرات وفيها أيضا ملعب، منطقة الغريفة، منطقة لحاجة. تظاهرات رياضية ستقام لأول مرة في أوباري خلال الأيام القادمة، من شأنها أن تعزز روح المنافسة على التفوق والتحدي، فيما تعطي مشروعات صيانة الملاعب دافعا لممارسة الرياضة العامة بعد أن كانت مهددة بالنفور ونسيان الشباب لها.